بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في إلقاء الأضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن قاعدة ذكرها في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته. استهل هذه القاعدة بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال رحمه الله: أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة المذكورين، وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي قوله تعالى: ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به، فجاء في حق محمد بلفظ الذي وبلفظ الإيحاء، وفي سائر الرسل بلفظ الوصية، إلى أن قال رحمه الله: فإن الذي شرع لنا هو الذي وصى به الرسل، وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه. وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، قد أخبر أنه شرع لنا ما وصى به نوح والذي أوحاه إلى محمد، فيحتمل شيئين: أحدهما أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا، فإن جميع ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قد أوحاه إليه من الأصول والفروع، بخلاف نوح وغيره من الرسل، فإنما شرع لنا ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه. والدين الذي اتفقوا عليه هو الأصول. فتضمن الكلام أشياء: أحدها أنه شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص. الثاني أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص، ونهانا عن التفرق فيه. ثم بين رحمه الله أن التفرق على نوعين: النوع الأول التفرق المذموم، وهو ما كان الدافع إليه التعصب والكبر بعد معرفة الحق ومع وضوح الدليل. والنوع الثاني التفرق غير المذموم، وهو ما كان الدافع إليه الاجتهاد والمقصود منه الوصول إلى الحق مع خفاء الدليل. واستشهد بقوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قال: فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ. والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحق، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم. فعلم أن موجب التفرق هو ذلك،
وهذا كما قال عن أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه. ومثل رحمه الله لذلك بما يقع بين المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة وبين المتصوف المتمسك من الدين بالأعمال الباطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء. قد أمر الله بطهارة الظاهر والباطن، طهارة الظاهر من الحدث والنجاسة، وطهارة الباطن من الشرك والكفر والنفاق. قال تعالى: إنما المشركون نجس. قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال الشيخ رحمه الله: فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع ويترك طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا، لا يفهم من الطهارة إلا طهارة البدن. ونجد كثيرا من المتصوفة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يزيد فيها على المشروع ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا. فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم. وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. والآخرون يبالغون في سلامة الباطن ويجعلون الجهل بما تجب معرفته من سلامة الباطن، ومع هذا الجهل قد لا يتجنبون النجاسات ولا يفعلون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى. وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به وبسبب البغي الذي هو مجاوزة الحد. ثم ذكر رحمه الله آيات في النهي عن التفرق وبيان أسبابه، ثم قال: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا، وأن سبب الفرقة ترك حظ مما أمر به العبد والبغي، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم. وهذا أحد الأدلة على أن الاجتماع حجة قاطعة، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل ما لم يأمر به من اعتقاد أو قول أو عمل. وقد بين رحمه الله في هذه القاعدة أن اجتماع المسلمين إنما يحصل بالعمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وأن نتيجة هذا الاجتماع حصول السعادة والرحمة في الدنيا والآخرة، وأن ترك العمل بالكتاب والسنة أو العمل بهما في الظاهر دون الباطن أو العكس هو سبب الافتراق بين المسلمين ووقوع العداوة بينهم كما حصل لأهل الكتاب. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله واقع مشاهد في دنيا المسلمين اليوم، فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونبذ الخلاف الذي
ليس له سبب إلا الهوى والتعصب وتقليد المشايخ فيما لا يجوز تقليدهم فيه. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يهديهم صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.